400 فرصة عمل سيوفرها مصنع للألبسة الجاهزة في اللواء. إعلان لوزارة العمل قبل ما يزيد على عام جذب أكثر من 1500 شخص ليتقدموا بطلبات توظيف، لكن عدم بدء العمل به والتلكؤ بإعادة افتتاحه حرمهم من مصدر رزق بنى السكان عليه آمالا كبيرة. في عندنا خريجين من الجامعات والكليات، كلية المجتمع، يتقدموا لهذا المصنع ومعهم شهايد، ولكن وبعدهم لغاية الآن بينتظروا بالشغل. جهز المصنع بآليات بمعدات يعني شبه جاهز، هذا الحكي السنة الماضية بال 2019، وأعلنت وزارة العمل عن طريق دائرة التشغيل بإربد لتقديم الطلبات لمن يرغب، عدم افتتاحه لتعثر المقاول ماليا بناء على كلام معالي وزير العمل، وسيتم افتتاح المصنع من شهر لشهر ونص بأعلى موعد. نحو 80,000 نسمة سكان لواء المزار الشمالي موزعين على 13 تجمعا سكنيا، ويعد اللواء من المناطق الأشد فقرا في محافظة إربد حسب مديرية التنمية الاجتماعية. وإضافة إلى الفقر والبطالة، يشهد اللواء ضعفا بالخدمات العامة والبنى التحتية مما يزيد من صعوبات الحياة. وبدأ المصنع الإنتاج قبل شهور، وهو يصنع ماركات عالمية من الألبسة، ويتم تصدير منتجاته إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وعدد من دول الاتحاد الأوروبي. مصنع صمد لصناعة الألبسة في لواء المزار الشمالي استأنف العمل منذ أشهر، وأسهم بالحد من نسب البطالة في اللواء التي وصلت إلى أكثر من 35%. جلالة الملك زار المصنع قبل أيام، وكان قد وجه بإنشائه خلال زيارة إلى المزار الشمالي قبل سنوات لزيادة المشاريع التنموية وتوفير فرص العمل. إلي تقريبا 3 شهور هون، بس الشغل بجنن وكثير، وهون تعلمت شغلات كثير حلوة، وإن شاء الله نطمح للأفضل ويتطور شغلنا هون لأنه للأحسن، وخبرة للبنات وكمان للبنات اللي رح يجوا كمان معانا يشتغلوا ويساهموا ونطور المصنع أكثر وأكثر. جيت أشتغل هون كمان لأساعد جوزي، إيد على إيد تساعد. المكان هذا تعرفت عليه من ناحية من طيق الفيس، صار عندي موهبة أكثر، تعلمت على أكثر من مرحلة على أكثر من مكينة. المصنع جاء ضمن مشاريع المبادرات الملكية بتشغيل المئات من الفتيات المتعطلات عن العمل، وهو جزء من مبادرة الفروع والوحدات الإنتاجية 17 في إقليم الشمال والتابعة لوزارة العمل، وتم تمويل إنشائه ضمن المبادرات الملكية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي. ويأتي إنشاء هذه الفروع الإنتاجية امتثالاً للتوجيهات الملكية السامية بإعداد وتنفيذ الخطط والمشاريع اللازمة للحد من مشكلتي الفقر والبطالة. وتوجهنا تغيير ثقافة العامل الأردني بعدم التوجه بس للوظائف الحكومية. طب ما في مجالات أخرى أنه ممكن يشتغل فيها زي الخياطة، اللي هي ممكن يلاقي حاله فيها ويصير إنسان منتج ويغير مفهومه للعمل. ونجحنا إحنا أنه نستقبل 140 عامل بالمصنع، وهدفنا أنه نشغل 500 عامل إن شاء الله. يعتبر لواء المزار الشمالي من المناطق الأشد فقراً في محافظة إربد، وتصل نسبة الفقر فيه إلى 25% بحسب تقديرات حكومية، مع ارتفاع نسب البطالة وضعف الفرص الاستثمارية على الرغم من ميزة اللواء زراعياً وسياحياً. للحديث أكثر ينضم إلينا في الاستوديو السيد سالم العمري، عضو مجلس النواب عن محافظة إربد ومنطقة المزار الشمالي. مساء الخير وأهلا بك معنا في بعد النور. يعطيك العافية أريد. الله يخليك. أهلا ستنا. منطقة المزار الشمالي من المناطق الأشد فقرا، أين هي وأين مكانها من خارطة التنمية؟ أول إشي بشكركم لإتاحة الفرصة للحديث عن لواء المزار الشمالي، لوائي واللي بحبه واللي ربيت فيه. ستي لواء المزار الشمالي من يعني بتقولوا من الأشد فقرا، نعم هو من الأشد فقرا والأكثر بطالة والأحوج للبنية التحتية. بأي اتجاه اتجهنا فيه في له حاجات، في له حاجات بتوظيفية، في له حاجات بالبنية التحتية، في له حاجات بالعمالة والتوظيف، هذا دائما المطالب اللي احنا بنواجهها. فتنمويا متابعينه، تنمويا بنوجه دائما المجلس الوزاري والوزراء ودولة الرئيس بالتوجه لهذا اللواء وزيارته والاطلاع يعني بالاطلاع بعين الواقع، يشوف بعينه شو اللي بيشوف، شو اللي موجود عنده بالمزار الشمالي. طب من الفائدة من الاطلاع وعدم وجود افعال على ارض الواقع؟
ست للتسهيل علينا بمقترحاتنا وبمطالبنا لما انه يشوف على عين الواقع ويحضر هو هذا الكلام، احنا بنقدر احنا كمان نمشي اللي بدنا اياه. ياما توجهنا بطلبات كثيره لمجلس الوزراء بتحفيز التنميه بتحفيز المشاريع هناك، ويعني بضل في عنا كلمات دائما بنيجي نزوركم احنا بدنا نيجي نطلع. ياما توجهنا مثلا على موضوع استغلال الاراضي الزراعيه، استغلال الاراضي الاميريه، دائما نتواجه دائما بكلمه انه ان شاء الله بنطلع ان شاء الله بنشوف على ارض الواقع. فهي دعوتنا دائما لهم، لازم نلاقي حل ولازم نبدا بالخطوه الاولى مشان نحسن هذا الوضع اللي هناك. وضع يكاد يكون كارثي، وضع الوظائف والطلب على الوظائف يكاد يكون كارثي. انت ما بتتخيلي حجم الطلبات بموضوع التوظيف تحديدا، يعني هو بده اداء النائب، يعني ما عنده اهتمام باداء النائب ابدا بموضوع تشريع قد ما عنده اهتمام بمساعدته بايجاد وظيفه مشان يتجوز مشان يبني عيلته مشان يشوف امل افضل من اللي عايشه مشان تتجدد نظرته للحياة بطريقة أفضل. طب ماذا يوجد من مشاريع تنموية من الممكن العمل عليها في المزار؟ ست العزيزة، من أفضل الأشياء الممكن نتوجه لها استغلال الأراضي الموجودة، الأراضي الأميرية والأراضي الزراعية اللي هناك، وتوجيه الـ 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 الأشخاص اللي هناك والسكان للمنطقة لهذا التوجه، التوجه الزراعي وتوجه استصلاح الأراضي الزراعية. هذه بداية. طبعا مع توجيه بعض المشاريع الرأسمالية اللي بتخدم القطاع الشباب وبتخدم القطاع العاطلين عن العمل، فهذول التوجهين احنا بدنا نحكي فيها. المشاريع الرأسماليه اللي ممكن نوجهها للواء بحيث انه تفيد وتساهم في حل البطاله وتخدم المجتمع المحلي، وبرضه بتوجيه الشباب وتوجيه الفئه العمريه الصغيره لاستغلال الاراضي الزراعيه والاراضي تنضم الينا الان مديره الفروع الانتاجيه في وزاره العمل نجاح البراقي، كون نتحدث عن فرص العمل وهي الاكثر طلبا في منطقه المزار الشمالي. مساء الخير سيده نجاح واهلا بك معنا في بعد الخبر. نسب البطاله في لواء المزار تكاد هي تكون الاكثر والاشد خطرا في المزار الشمالي، وهي الاكبر طبعا نسبه البطاله في هذه المنطقه. ماذا لديكم من خطط لتوفير فرص عمل لاهل المنطقه؟ بالبدايه بحب امسي عليكم واحكي لكم يسعد مساكم، يعطيكم الف عافيه على التغطيه اللي بتغطوها لكل المشاكل والقضايا اللي بتكون في مختلف المحافظات. يمكن زي ما شفتوا كان الاسبوع الماضي كان في زياره ملكيه لمصنع صمد، وهذا المصنع من ضمن المصانع والمشاريع اللي اجت امتثالا زي ما تفضلتوا بتقريركم للتوجيهات الملكيه الساميه انه نعد الخطط والبرامج حتى نحد من مشكله الفقر والبطاله، وهذا كمان في اطار الدور المناط في وزاره العمل اللي بتنفذ الوزارة. ماذا تقدم وزارة العمل لمنطقة المزار الشمالي؟ وزارة العمل ستي بتقدم مش بس لمنطقة المزار الشمالي، أنا بحكي من خلال مبادرة الفروع الانتاجية بنقدم للمناطق الفقيرة والنائية اللي فيها نسب بطالة عالية ونسب فقر عالية، بنحاول ننقل الاستثمارات من المناطق الصناعية المؤهلة إلى المناطق الأشد فقرا وأعلى نسبة بطالة، وكان من ضمنها منطقة المزار الشمالي ومنطقة الصمد. تمكننا أنه إحنا نأخذ قطعة أرض من بلدية المزار الشمالي مشكورين، وقمنا ببناء المصنع على حوالي 5000 متر مربع. كان في مستثمر كان بدي يشغل المصنع قبل فترة لكنه تعثر، استطعنا خلال فترة أنه نستبدله بمستثمر آخر، واستطعنا تشغيل المصنع من بداية العام، والآن في بصدد صار عندنا 120 فتاة متدربة عاملة. احنا هدفنا التدريب والتشغيل. المصنع ان شاء الله لنهايه العام راح يكون مستوعب اكثر من 400 عامله زي ما صرح المستثمر. عندنا الفروع الانتاجيه منتشره بكل مناطق المملكه. طبعا احنا بنحكي منطقه المزار الشمالي هي بحاجه لاستثمارات اكثر من مصنع واحد لانه الفقر نسبه الفقر عاليه ونسبه البطاله عاليه. طب بالتالي نسال عن المشاريع التي تسعون لان تكون موجوده في المزار الشمالي وتساهم في تنميه المنطقه. انتم في الفروع الانتاجيه في وزاره العمل، ما المشاريع التي تعملون على نقلها؟ احنا بالفروع الانتاجيه غير مشروع المصنع. هلا احنا الفكره كانت اللي هي بدايه 2008 كانت نقل الاستثمارات من المناطق المؤهلة صناعيا للمناطق الفقيرة والنائية، وكانت فكرة فروع انتاجية.
بدأنا من 2017 كمان نستقبل فكرة إنه نعمل وحدات إنتاجية، مصانع يعني ما كان إلها شركات أم، فنجحنا في هذه الفكرة، ومصنع صمد من ضمن الوحدات الإنتاجية اللي هي الشركات اللي ما إلها فرع رئيسي. إحنا طبعا كوزارة أعمال ندعم البناء وندعم البنية التحتية للمصنع بالتعاون طبعا مع الجهات المعنية، سواء كانت البلديات أو هيئة تنمية وتطوير المهارات، وزارة التخطيط، العديد من الجهات اللي بتقف معنا في موضوع دعم الرأس مالي. أيضا كوزارة عمل إحنا بندعم أيضا المستثمر دعم تشغيلي حتى يبدأ بالتشغيل ونساعده في هاي. طيب قبل ما نتحدث بالعموميات سيدي نجاح، يعني في طبعاً منطقة المزار الشمالي ماذا لديكم على جدول الأعمال لمنطقة المزار؟ هلا إحنا إذا توفر المستثمر والمخصصات إحنا مستعدين كمان إن شاء الله إنه إذا في مستثمر عندنا بتكون قوي هذا الاستثمار، المستقبل له كثير واعد وممكن يكون عنده ملاءة مالية، إنه ممكن نحن نعمل كمان استثمار في المنطقة، لأنه نحن بنعرف إنه هاي المنطقة بحاجة جدا. الوضع إحنا عندنا كان بالفترة السابقة بفترة كورونا كان عندنا شوي في تعثر لبعض المستثمرين، لكن إن شاء الله الأمور تبشر بالخير. وإن شاء الله إذا كان في استثمار طبعا هاي المنطقة أكيد لها أولوية عندنا. طيب سيد سالم، إذا ما تحدثنا عن المشاريع التي لم ترى النور في المزار الشمالي، هل هناك مشاريع لم ترى النور يعني كانت على الطاولة مطروحة؟ لا، ما كان في شيء لم يرى النور، بس هذا المشروع مثلا تم يعني جديدا رأى النور. هذا المشروع للأسف تم بناؤه، تم حوالي أنا ما أعتقد كان له حوالي 2,500,000 جديد بلش يشتغل، كان معطي أولا لمستثمر للأسف متعثر، وثم تم إحالته لمستثمر جديد. المستثمر الجديد بلش بتشغيله. التشغيل في هذا المصنع له متطلبات خاصة، هو يتطلب تقنيات وفنيات عالية للأيدي العاملة التي تعمل، كما يعني ذكرتي حضرتك أنه هو بورد ألبسة لأمريكا وللولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ماركات عالمية، فهذا يتطلب أنه يكون على درجة عالية من المهنية الشخص اللي بيشتغل، وشغلة العمل فيه هي شغلة تسلسلية، يعني العامل اللي مثلا بيركب على مستوى الزر بيختلف عن اللي بيركب قبت القميص، بيختلف عن اللي بيركب، فهو عمل تسلسلي يتطلب مهارة عالية جدا. فبتم سوى على تواصلت من بدايه ما كنت انا بمجلس النواب، تواصلت مع صاحب المصنع وعرضت عليه، قلت له في اي معوقات لك للعمل، تشاورت انا وياه، فكان من المعوقات هي عدم وجود الكفاءات. هلا بوجد عندك ناس يتقنوا الخياطه بس للاسف مش بمهاره او بتقنيه او بمهاره عاليه تكفي انه تسلمي القطعه. فسوى صاحب المصنع مع وزاره العمل الاتفاقيه، تعثره يعني مش من أسباب تعثره، بداية كان مع مستثمر سابق كان متعثر، جديد صار في مستثمر جديد، أسباب مش تعثره حاليا أسباب عدم استيعابه للأربعمائة شخص مرة واحدة. بيجي هلا مثلا طلبيات، بيجي منه أوردرات، بطلبوا منه مثلا صنع لنا هيك، لعدم وجود الكفاءات الجاهزة حاليا، هو حاليا بيدرب كفاءات، هو حاليا بيطور كفاءات، بيجهز طاقم اللي يصير يعطيه الطلبيات وينجزها بأسرع وقت ممكن. هلا تواصلنا معه مثلا عنده طلبيات بس ما عنده جاهزية كافلة بالعمالة إنها تنتج هاي الطلبيات، فبالتالي بيصير عنده تأخير. الأشخاص لازم يتعب عليهم كثير، بيسوي اتفاقيات تدريب بقصد التشغيل مع وزارة العمل طبعا، ومع هيئة تنمية القدرات المهنية والتقنية، مع بلدية المزار، كل هاي اتفاقية رباعية كان مسويها معهم بحيث يأهل ويساعد بتطوير الشخص اللي قائم على موضوع الخياطة وموضوع صناعة الألبسة. يعني الهدف الرئيسي لربما اليوم من فتح هذا الملف بأنه منطقة المزار الشمالي هي منطقة جاهزة للاستثمار. ستي بدي أقول جاهزة، لا مو جاهزة، تحتاج بنية تحتية. ستي موضوع البنية التحتية عنا تعبان، موضوع المواصلات كمواصلات كمان تعبانة، فلا بدها يعني أقول إنها بيئة جاذبة للاستثمارات من الخارج، لسه لا مش هي بيئة مش جاذبة للاستثمارات، بدها شوية تعب، بدها تكاتف جهود، إن شاء الله بتصير واعدة هذه المنطقة. هذا ما نسأل عنه سيدة نجاح، دوركم اليوم حتى تكون منطقة المزار والمناطق المشابهة لها والأشد فقراً أن تكون منطقة جاذبة للاستثمار، كيف تشجعون الاستثمار في المناطق الأشد فقراً منها المزار؟ سيدتي بالنسبة لمنطقة المزار الشمالي، بس بدي أرجع على كلام سعادة النائب
الاتفاقية اللي إحنا عاملينها مع المستثمر اسمها اتفاقية تدريب وتشغيل. إحنا نعي إنه الفتيات في منطقة المزار الشمالي ليس لديهن مهارات، إحنا نسعى إلى تدريبهم، تطوير مهاراتهم، وحتى بعدين يصيروا هم يدربوا. فعشان هيك إحنا كمان قاعدين بنشتغل مع المستثمر، مع منظمات دولية حتى ندرب له الفتيات حتى يقوموا بإنجاز الأعمال. طبعا في تحديات كثيرة بإنشاء فروع إنتاجية بالمناطق الفقيرة والنائية والمناطق هاي، لأنه إحنا عندنا ثقافة العمل، عندنا الدوران الوظيفي زي ما حكى سعادة النائب، يمكن البنية كمان بدها المنطقة بنية تحتية، وهذا مش دور بس وزارة العمل، دور العديد من الجهات. واجهناها لما كنا في إنشاء المصنع. نعم. كان كثير من المعيقات، إلا أنه الحمد لله الكل تكاثف وتجاوزنا هاي المعيقات، ويعني البناء المصنع يمكن أخذ عدة سنوات. المستثمر ما كان متعثر الأول، لكن بسبب ظروف صارت عنده صار متعثر، يعني ممكن أي، خصوصا كمان بجائحة كورونا كثير من المستثمرين حتى الشركات الكبيرة تعثرت. إحنا كوزارة عمل دائما عندنا خطة بديلة، نبحث عن مستثمرين، نعطي الأولوية للفروع الجاهزة، وبالفعل كان أول طب لماذا تأخذ الإجراءات في مثل هذه المشاريع وقتا طويلا؟ سيدتي كان المستثمر الأول يعني أموره ماشية، في صارت عنده شغلة فتعثر المستثمر، إذا إلى أن جاء مستثمر ثاني في ظل ظروف كورونا. إحنا وقعنا الاتفاقية مع شركة صمد في 24/6/2020، يعني في تقريبا في منتصف جائحة كورونا، كنا طالعين حتى من عطلة طويلة. نعم. ففي ظل هاي الظروف وفي ظل هاي إنه نجد مستثمر يشغل. بتعرفي كمان إحنا لما بدنا نقنع مستثمر يروح على المناطق البعيدة والفقيرة والنائية، اللي زي ما حكيت عادة النائب بدهم لسه البنات تدريب، بدنا فترة، يعني بدنا كثير نعطيه امتيازات حتى يقبل. طيب حدثينا عن التسهيلات والامتيازات التي تقدمونها في الفروع الانتاجية في وزارة العمل للمستثمرين. هلا في عندنا نوعين من الدعم، في عندي دعم رأس مالي، وبتمثل هذا انه في بناء المبنى للمستثمر بندعم من 225 ل 250 لكل متر في المبنى. ايضا احنا بنساعده كمان في البنية التحتية، وصلات الكهرباء والمياه وأي شيء في البنية التحتية للمبنى. طبعا كوزارة عمل إحنا بندفع التكاليف عن طريق هيئة تنمية وتطوير المهارات. أيضا في عندنا كمان دعم تشغيلي، إحنا بنساعد المستثمر في السنة الأولى، بنعطيه 50% من الراتب، لأننا بنعتبر السنة الأولى هي سنة ما فيها ربح، فإحنا بنعطيه 50% من الراتب للعدد المستهدف اللي هو 400 عاملة. نعم. بنعطيه 25% بدل ضمان اجتماعي و 25 دينار. نعم. بدل ضمان اجتماعي بنعطيه كمان 25 دينار بدل مواصلات. نعم. إضافة إلى أنه هذا الفرع الإنتاجي بنعتبره زي كأنه مصنع في المناطق المؤهلة صناعيا، إذا هو بيستفيد، هذا الفرع بيستفيد من جميع الامتيازات اللي بتنعطى للمستثمرين في المناطق التنموية الصناعية. نعم. من حيث التسهيلات والإعفاءات الجمركية والضريبية، يعني احنا هاي كل التسهيلات بنعطيها للمستثمر. نعم. بحيث انه يفتح لنا استثمار بهاي المناطق. مديرة الفروع الانتاجية في وزارة العمل سيدة نجاح البريقي، شكرا جزيلا لوجودك معنا. سيد سلم، تحدثت قبل قليل عن. نعم. البنية التحتية. نعم. والخدمات في منطقة المزار الشمالي. نعم. والمناطق المشابهة لها بالعادة تكون ضعيفة. نعم. أنتم هي في مجلس أضعف عنا. لديكم هي الأضعف. بالأضعف. نعم. أنتم في مجلس النواب، على الرغم من أنه الدور المطلوب من النائب هو دور تشريعي، ولكن ما زلنا يعني لربما نحتاج شوطا حتى نصل إلى هذه المرحلة. أنتم الأقرب إلى مراكز صنع القرار ودوائر صنع. نعم. القرار، بالتالي كيف تنقلون المعاناة لمن هم مسؤولون عن تقديم هذه؟ يعني إذا انتبهتي في بداية كلامي قلت لك ندعو. نعم. الطاقم الوزاري أنه يجي ويتفضل عنا ويشوف بعينه. ستي المزار الشمالي لليوم ما عنا صرف صحي لليوم، هلا لو نيجي نسألهم المي بتوصلكم؟ ما في عندهم مي. على مستوى مي، على مستوى صرف صحي. أنا بتحداكي بالصيف تقدري تقعدي برا. اختلاط المياه العادمة مع المياه الشرب هاي كارثة كمان بالمزار الشمالي. أنا من هالمنبر بتوجه لدولة الرئيس بقول له يا دولة الرئيس،
تفضل علينا انت وطاقمك الوزاري شوفه، وهو ليس ببعيد عنا، هو ترى جارنا باللواء جنبنا، هو بلواء بني عبيد احنا لواء المزار الشمالي، بس يجي يتفضل يطلع بعينه على ارض الواقع، يشوف البطاله، يشوف الفقر، عنا جيوف فقر غريب، انا ما مر علي زي هذا الفقر اللي شفته هناك، يعني شفت فقر بس زي هالفقر ما شفت، شفت حاجه للعمل زي هالحاجه ما شفت، بنيه تحتيه متاكله، المي زي ما شرحت لك ميه الشرب بتنخلط مع المياه العادمه، لليوم ما عندنا صرف صحي، لليوم ما عندنا خطه للصرف الصحي، بتتوجهي بالتطوير بوزاره التطوير كل واحد برمي عند الثاني، لا في خطه مدروسه، انا هيني بمعيتك بدعو لدوله الرئيس بقول له تفضل علينا، كلنا اهلك وقرايبك تفضل زورنا وتفرج بعينك على وضع المزار الشمالي من المناطق البائسه، يعني احزن اقول هالكلمه بس هو من المناطق البائسه. اجانا هذا المصنع ستي بقدره 120، شو ال 120 لالاف الذكور والاناث العاطلين على العمل، يعني يا حظه اللي بده يطلع له يا حظه. اسمعي واسطات والله، في 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 طلاب علم ختموا البكالوريوس والدكتوراه وتقدموا بطلب للخياطه في هذا المصنع، تخيلي الامل والطموح من بكالوريوس ودكتوراه لحد يصير املها للوحده انها تشتغل بخياطه، تركت الدكتوراه والبكالوريوس وبتدور على موضوع انه يا ريت يقبلني المصنع، وبتيجيني واسطات وتليفونات ومشان الله، ويثقوا بالواسطه اكثر من القدره والكفاءه. للاسف وضع بائس، هي ثالث مره بهذا المنبر بقول يا دوله الرئيس تفضل شوفنا وشوف بعينك واطلع. انا من الناس اللي حاولت استنى، يعني كنت بتمنى اقابل جلاله الملك كمان لما اجى زار مصنع صمد، بس ما كان في له التقاء مع المجتمع المحلي، تمنيت طبعا جلاله سيدنا جيته بترفع المعنويات، جيته مرغوبه، جيته الناس كلها بتطلع لها وبتحبه، فتمنيت اني التقي ان شاء الله انه جلاله سيدنا برضه يحطنا بخطته للزياره، بس هلا بدعو الجهات التنفيذيه كوننا احنا رقابيين تشريعيين، لا يا تنفيذيين تفضلوا عنا شوفوا انتم بعينكم واقع الحال السيء المرير القاتل في المزار الشمالي. نتمنى بانه اليوم يكون بارقة ان شاء الله، انه ان شاء الله يعني بدناش نحكي بارقة امل، ولكن ان تضعهم على الطريق الصحيح وعلى ان ينظروا باعينهم ست بشكل بدنا 20 واقعي. مصنع مش مصنع، بدنا 20 مصنع. هذا ما سألتك عنه، ماذا تحتاج المزار؟ تحتاج بداية إلى تأهيل بنية تحتية تكون جاذبة للاستثمارات، زائد أنه بداية تأهيل بنية تحتية معدومة، بنية تحتية معدومة. إذا بقول لك مي اليوم مو موجودة، بقول لك أنا صرف صحي موجود، أنا ليش بدي أروح هناك؟ أنا ليش بدي أتعب حالي؟ شو هالجهد زائد؟ عندي أنا كفاءات غير مؤهلة، يعني ما عندي مراكز التدريب التقنية والمهنية، هاي مهمة كثير الاعتناء فيها، أنا بدي تقني مهني، أنا ما بدي بكالوريوس، ما بدي دراسات أكاديمية، يعني صار يجب أن تتدخل وزارة التعليم والتعليم العالي بموضوع الدراسات الجامعية، وجه للتقني والمهني، هذا هو المطلوب للأمام، هذا هو اللي بيجيب المصاري، وأهل تأهيل صحيح. اليوم كنا بمقابلة مع مع السفير الياباني، طلبنا منه مساعدتنا بالمراكز المهنيه للتدريب المهني والتقني والله. وهذا يمكن مش شغلكم، هذا شغل هذا مو شغل جهات اخرى هي ستي لها التوجه الاكبر بانها تبحث 100%، بس احنا بنعتبر جميعنا في خندق واحد في خدمه البلد، هاي هي اللي دائما بنعتبره. بدي اشكر وجودك معنا. لا والله سالم العمري عضو مجلس النواب عن محافظه الطائف. الله يسلمك، وبدنا وصاتكم بهالمزار الشمالي. ها بدنا والله اليوم بدنا اتوقع باكو. هاي الفقرة اتوقع هاي الفقرة هي اكبر واسطة. الله يسلمك ستي، شكرا جزيلا لك، شكرا لك، شكرا لك.